تصبين الملابس من الاشياء الروتينيه اللي كتقوم بها كل ربة بيت، والطبايع الصعيبه من اهم المشاكل اللي كنواجهوها كاملين. جبت لكم مجموعه من التدابير المنزليه الخاصه بتصبين الملابس وتدابير اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مرسول الطبخ، القناة الخاصة والمتخصصة في كل ما له علاقة بالحيل المطبخية ووصفات الطبخ. كنتمنى انكم تشتركوا في القناة الا كنتوا اول مرة كتشوفوني، مرحبا بكم. ما تنساوش خلوا لي لايك باش تشجعوني وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. اخوات كيخليوا لي في التعليق انهم عندهم بحال الغسالة ديالي وما تيخرجوش ليهم الحوايج نقيين، اشنو يديروا ليهم باش هكذا يخرجوا لهم الحوايج ديالهم يعني نقيين؟ واخا كيستعملوا مسحوق اللي هو غالي، مع ذلك ما تيخرجوش لهم الحوايج ديالهم يعني مصبنين مزيان وفيهم ليطاش. شنو هما لي بروغرام اللي يستعملوا؟ غادي نشرح لكم ان شاء الله كل شيء، فخليكم معايا. اول حاجه ضروري انكم ديروا الفرز للملابس، يعني ضروري تكونوا عزلتوهم، الملابس السوداء بوحدها والملابس الملونه وطبعا الملابس البيضاء بوحديتها. صافي عزلت هنايا الملابس الملونه كيف ما كتشوفوا، واول نصيحه هي انكم كتعالجوا لي طاش قبل ما توضعوا الحوايج ديالكم في الماكينه. كيفاش هي؟ انه يعني كتمشيو للحوايج، كتمشيو لاول بلاصه اللي هي الكمام، كما كتشوفوا هاد الكمام هادو كيفاش دايرين. فالا خديت مثلا هاد التريكو هذا ودرتو في الغساله، اكيد ملي غادي يخرج واخا ندير ليه سبق ليه شاركته معكم ما فيها باس نعاودها. صابون ديال الحجره رائع جدا ضد الطبيع، كنبللو بشويه ديال الماء، كناخد الطبعه وكناخد الصابون وكنحاول نفركها مزيان مزيان بالصابون، يعني ندير عليها واحد الطبقه مهمه ديال الصابون بحال هذا الشكل هذا. كنمشيو للكمام، كنمشيو كذلك للكول مثلا القوامج، كنديروا لهم هاد العمليه هذه في هاد البلايص هادو. الا كانت عندكم شي طاش مثلا ديال الشكلاط ديال شي ديال الطماطم مثلا، شي طبيع اللي كيكونوا صعابين، ف ضروري تعالجوهم بهذه الطريقه هذه. كل مره كنحاول انني نفزق الصابونه وكنبقى ندهنها بهذا الشكل، هانتوما كتشوفوا. وهنايا كذلك عندي شي اوساخ، ها هو صافي. وكندير التريكو ديالي في الغساله، صافي كنستمر بحال هكا. كما كتعرفوا الدراري الصغار مع الكمام راه واحد الحاله كارثيه كيكونوا الكمام ديالهم، ضروري من هاد المرحله هادي تنديرها وتخرجوا صراحه حوايج نقيين بزاف بزاف. صافي دابا غادي نكمل انا بحال هكا كنعالج كلشي الطبايع. المرحله ما تاخذش بزاف ديال الوقت صراحه، ولكن النتيجه راه كتستحق. نصيحة أخرى اللي حتى هي مهمة هي الغسالة، ما تعمروهاش بزاف، ديروا فيها كمية معقولة ديال الحوايج وخليو البلاصة فين يتحركوا. فكاين الناس اللي كيدكوها بزاف بالحوايج فميمكنش يوصل لهم الصابون وما غاديش يتصبنوا طبعا جيدا. فضروري تقسموا الغسالات ديالكم بحال هكا وما تبقاوش تجمعوا لكم التصبين حتى لاخر السيمانه، وسط السيمانه بقاو تصبنوا هكذا كياخذوا حقهم في الصابون وكيتنقاو. وغادي ندوزو للمسحوق اللي حتى هو مهم طبعا. فهاد المسحوق هذا اللي غتشوفوا دابا الصوره ديالو اول مره كناخذو صراحه، نصحني به غير البائع وقلت نجربو، قال لي الا ما عجبكش غير دي لي الخنشه. فجربته دابا تقريبا اسبوعين وانا كنصبن به وعجبني بزاف بزاف. كما كتشوفوا هنا فيه بزاف ديال الحبيبات، الريحه ديالو رائعه، ما بقيتش كنستعمل معاه المعطر، وفي نفس الوقت يعني كيعطي واحد النتيجه زوينه وحتى الثمن ديالو معقول. فخديت هاد الخنشه هادي اللي فيها 10 كيلو غير ب 90 درهم، زوين صراحه. الا لقيتو غير خدوه على حسابي، راه كيستحق، ماشي ضروري الماركات غاليين هما اللي كيخرجوا الحوايج، راه كاينين شي حوايج هي ما تنعرفوهمش. فغادي ندير الكميه ديال الصابون، اللي ما تكثروش من الصابون، ماشي ضروري تكثروا الصابون باش يخرجوا لكم الحوايج نقيين. فكندير هنايا شويه وهنايا شويه، علاش؟ بالنسبه لهاد البلاصه هادي فها هي مكتوبه هنايا واحد بالنسبه للغسله الاولانيه، وهنايا الغسله الثانيه كما كتشوفوا جوج ديال الشريطات. كندير هاد الكوب هذا، ها هو داك الشيء اللي عبرت به، كنديرو كنقسمو بيناتهم.
كندير هنايا شويه وهنايا كندير كميه اكبر صافي. وهنايا غادي ندير الخل. فشنو الدور ديال الخل؟ هو كيمنع لينا تكون الكالكير في الغساله، لانني انا كنستعمل مسحوق، فالمسحوق كيساعد على تكون الكالكير بزاف اكثر من الليكيد في الغساله، فمع الخل صافي المشكل كيكون محلول. ودابا غندوز نوريكم البروغرام اللي كنستعمل. بالنسبه للبروغرام ديال الحوايج اللي كيكونوا مسخين بزاف بزاف كما شفتوا معايا هذوك الملابس، فكنستعمل هذا البروغرام اللي هو ديال 60 دقيقه. وهنايا بالنسبه لدرجه الحراره فانتما كتحكموا فيها، انا كنهبطها ل 40 باش ما يكونش استهلاك بزاف ديال الطاقه، حيت كل ما يعني صبنتوا بدرجه حراره عاليه راكم كتزيدوا في الاستهلاك ديال الغساله ديالكم. لذلك دائما يعني الحوايج الا كانوا مسخين كنستعملهم في 40، الا كانوا عاديين كندير 30 درجه، ما كنصبنش بالبارد الا السبرديلات هما اللي كنصبنهم بالبارد، حيت بالبارد ما كي بحال قلتوا المفعول ديال المسحوق ما تيكونش مزيان، راه مكتوبه في البكيه ديال اي مسحوق تنظيف هو انكم تستعملوه على الاقل 30 درجه باش كيعطي المفعول ديالو، يعني من 30 درجه للفوق. بالنسبه ل 95 درجه فكنستعملها فقط لدورات التعقيم. الى بغيتو نشاركها معكم خليوها لي في التعليق. تنديرها تقريبا مره كل 6 شهور على حساب الاستعمال ديال الغساله، واش يومي واش يعني استعمالي هو كثير، فضروري من دورات الغسيل اللي عندها بروغرام ديالها خاص. خليو ليا الا بغيتو نشاركها معكم، حيت كاينين الناس اللي عارفينها وتيديروها الغساله ديالهم باش هكذا كيحافظوا عليها وما تيخليوش تكون فيها الكالكير وتخسر ليهم. صافي غنخلي دابا الحوايج ديالي يتنظفوا ونشارك معكم من بعد منين يسالي التصبيغ. وبالنسبه للفوطات فإلا بغيتوا تحافظوا عليهم يبقاو لكم مده طويله رطبين والالوان ديالهم ما يكشفوا ما حتى شي حاجه، فضروري تصبنوهم بوحديتهم، ما تصبنوهمش نهائيا في الغساله لانهم كيحراشوا كيوليو حالتهم دغيا دغيا. فانا هنايا كنجمع الفوطات اللي عندي سواء ديال اليدين ولا ديال الوجه، وكنستعمل لهم يا اما جيل دوش يا اما الشامبوان على حساب كل مره وشنو كندير لهم. فكنستعمل خذوا غير جيل دوش اللي يكون رخيص الثمن ديالو وضيفوا الخل باش هكذا تحافظوا لهم على الالوان ديالهم وكذلك تعقمهم. كنحاول هكذا نرغويهم مزيان مزيان ونخليهم يترقدوا واحد الساعه، كنعاود نرجع وكنفركهم غير فركه خفيفه حيت ما تيكونوش مسخين، فقط كيخصهم يتنظفوا صافي، ما تيكونوش فيهم عيني الطبايع. كنخليهم ومن بعد كندوز نعصرهم وكنشرهم. الا كنتو مفرشين شي غرفه بموكيط مثلا فكيجيو الاطراف وكيوليو بهذا الشكل هذا، فانا هنايا دايره في الغرفه ديال الاطفال وراكم عارفين مع الجري وداك الشيء كيبقاو ياكلوا فيه وكتخاف لي طيحوا ولا شي حاجه. فإلا بغيتو تهناو من هذا المشكل هذا جيبوا فقط الماء غليان كما كتشوفوا ساخن جدا، وحاولوا انكم تكبوه على داك المكان هكذاك اللي داير بحال هذا الشكل هذا، حتى الا كانت عندكم شي طرف ديال الزربيه حتى هي دايره بحال هكا كبوا عليها الماء غليان جدا جدا بهذا الشكل كما كتشوفوا على طول هذاك الطرف. من بعد جيبوا المكواه ديالكم وديروها على اقصى درجه حراره وبداو تدوزوا على هذاك المكان. حاولوا انكم تنشفوا داك الماء بالكامل، يعني حاولوا ان الماء ما يبقاش نهائيا، وفي نفس الوقت راه هذيك الطيه ما كتبقاش كما كتشوفوا كترجع الزربيه او الموكيت ديالكم الحاله ديالو الطبيعيه، ما كيبقاش هكذاك مهزوز كما شفتوا. فقط حاولوا انكم يعني دوزوا عليه المكواه جيدا باش ينشف داك الماء وما يديرش لكم ريحه خايبه. بعد ما ساليت التصبيغ ديالي غادي نوريكم النتيجه ديال هذاك التريكو اللي وريتكم في الاول اللي كانوا فيه طبايع صعابين جدا في الكمام ديالو، فالكمام خرجوا ناصعين كيشعلوا ما بقاش نهائيا هذوك الاوساخ اللي كانت صعيبه. جميع البلايص اللي دوزت عليهم الصابون كيخرجوا كيشعلوا صراحه، فهاد التدبير هادي ما كنستغناش عليها خصوصا مع ملابس الاطفال اللي كيكونوا حالتهم حاله ما نعاودش لكم كيفاش كيكونوا بالاوساخ. فطريقه اللي رائعه جدا جدا، نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوها واللي يخرجوا لكم الحوايج ديالكم يعني نقيين وكيشعلوا.
من بعد ما صبنتهم وعصرتهم مزيان غادي ندوز باش نشرهم. عصرتهم في الماكينه الصراحه، فغادي ندوز دابا باش نشرهم، وما تنشرهمش في الشمس باش ما يبسوش ويبقاو لكم الملمس ديالهم رطب. كتجي فيهم واحد الريحه زوينه ديال جيل دوش اولا ديال الشامبوان، وكيبقاو لهم الشعيرات ديالهم رطيبين ما كيحرشوش نهائيا. من بعد الا بغيتم دوزوا عليهم الميكوات صلحوهم، ما دوزتوش عليهم الميكوات ماشي مشكل، غير هو النسبه اللي كتستعملوا للوجه ضروري تدوزوا عليها الميكوات، باش هكذا كتقتلوا جميع الميكروبات وما تيديروش لكم شي انفيكسيون للوجه ديالكم. بالنسبه لهذا المشكل هذا اللي كيولي في الغساله، يعني هذاك الكالكير اللي كيتكون، نظفته بزاف ديال المنظفات ومع ذلك ما بغاش يزول، فخفت انه يتكون صدى ولا شي حاجه ويدير لي شي مشكل. ف بديت كنبحث على الحل ولقيت واحد التدبيره اللي رائعه جدا، وغادي نجربها معكم طبعا وتشوفوا النتيجه، اللي هو هذا البخاخ ديال الحشرات اللي كنت شاركته معكم. فعال جدا ضد الصراصير صراحه، كنت خديته في الصيف ونفعني بزاف، ودابا غادي نجربو على هذا المكان هذا ونشوف النتيجه اللي غادي يعطيني. وحتى نتوما الا كان عندكم هذا المشكل هذا فما تغفلوش عليه، لانه من بعد يقدر يتصدى ولا شي حاجه، فباش تحافظوا على الغساله ديالكم اي مشكل بان لكم فيها كيخصكم تعالجوه في الحين. ودابا غادي نرشوا طبعا، ديروا الكمامه ديالكم لان الريحه شويه كتكون ماشي هي هذه كتكون صعيبه. غنجيب دابا شي منديل ونمسحو، غادي نمسحو ببابي جينيك باش هكذا نتخلص منه. وبان ليا نقى ليا شويه هاد البلاصه هذه، مازال غادي نعاود نرشو مره اخرى ونعاود نمسح باش هكذا ما يبقاش فيها هذوك التكلسات، ومن بعد يقدر يتحول لصدى ولا شي حاجه. المهم راه كيتنقى مزيان كما كتشوفوا، ما كيبقاش فيه داك المشكل، وحتى الملمس ديالو كيولي رطب، يعني ما كيبقاش فيه داك الحروشيه ولا شي حاجه. يعني اي مكان فيه مثلا هاد الكالكير تقدروا ترشوه ومسحوه في البلاصه قبل ما يتبخر، حيت هو راه كيتبخر بسرعه. وديك الساعه مسحو مزيان فكيزول هذاك الكالكير، ولكن غسلوا يديكم مزيان لان هذا راه سم كما كتشوف. وكنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على المشاهده ديالكم، خليوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو. خليتكم على خير، بسلامه.